الاحساس ديالك وانت كتعقد مع الدفاع الحسين الجزائري. انا الحمد لله اختاريت واحد القرار اللي يناسبني، عرفت شنو تندير. جاوني بزاف ديال العروض من برا وخارج الوطن، وانا اختاريت الدفاع الحسين الجزائري لانني كنعشق الدفاع الحسين الجزائري. درت واحد السنوات اضافيه، نتمنى ان شاء الله تكون مداومه، وانا بغيت نخرج من الدفاع الحسن الجديد والدفاع تكون راضي على زكريا حدرف. الحمد لله ديت معاه واحد الكاس اللي غالي، نتمنى ان شاء الله مزيد من العطاء ومزيد من الارقام. حد موفق لزكريا حدرف وحد موفق للدفاع الحسن الجديد. تقدر تقول للجمهور الجديد؟ بالنسبه للجمهور الجديد كيعرف كلهم تيعرفوا زكريا حدرافه شنو تيعني لفريق الدفاع الحسن الجديد. هاد السنه ان شاء الله اللي زدت انا راضي عليها، خليت بزاف ديال الانديه اللي غراوني و عطاوني بزاف ديال الحوايج، عطاوني لا فلوس لا اي حاجه، ولكن انا ما تغريتش، كنحب الفريق الدفاع الحسن الجديد، وقررت بانني نزيد واحد السنه اللي هي اضافيه ان شاء الله. هذا من القلب ديالي ماشي. شكرا للسعادة ديالك وديال فريق الدفاع الحسن الجديدي. المقابلة المقبلة إن شاء الله اللي غتلعبوا ضد فريق الرجاء البيضاوي. كنظن بأن فريق الرجاء البيضاوي فريق اللي كبير، حنا كنستعدوا ليه كل ما فيه الكفاية باش نديروا واحد النتيجة إيجابية. ان شاء الله نتبعوا التعليمات ديال المدرب ديالنا طارق مصطفى باش نجيبوا واحد النتيجه ايجابيه من مدينه الطاقه ان شاء الله.